الأهلي الممتع يضرب بقوة. مبروك طبعا، 3 نقاط غالية جدا وفوز الحقيقة وأداء أكتر من رائع الحقيقة قدمه النادي الأهلي في مباراته ومواجهته امبارح أمام الاتحاد. عرض قوي جدا يطمنك قبل المواجهة الأخيرة المتبقية لنا في محطة الدوري الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. البداية هتكون يوم السبت مع بلدية المحلة، ثم بقى نقفل صفحة الدوري المفاتيح والغازه يوم بعد يوم بتكتر الحقيقه. طبعا 4 دانات امبارح، دانه وسام ابو علي الحقيقه كلهم في يمين على يمين مهدي سليمان، دانه وسام ابو علي، بليسنج رضا سليم، صاروخ ارض جو اطلقه عمر كمال عبد الواحد، وايضا طبعا بنالتي كهرباء. الكوره الحقيقه اللي حطها امبارح رضا الحقيقه سنه ويوم بعد يوم الحقيقه بيرجع رضا سليم اللي بدا متالق متوهج وعقدت عليه امال النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي امال كبيره جدا. اتهالي الجون ده يفرق مع رضا جدا جدا. ماتش امبارح الحقيقه حسينا برضا بشكل كبير. دانت عمر كمال صاروخ الحقيقه، صاروخ عالمي الحقيقه، ظبطها وعدلها. وشفت الشوطه في الدوري المصري واحنا بنتكلم الحقيقه بقى لنا فتره، يعني سواء من تسديده امام في ماتش الجونه او تسديده عمر كمال، واحنا بنتكلم عن سلاح التسديد من الخارج، ثم ركله الجزاء طبعا اللي حصل. اكتسبت كريم فؤاد يا جماعه، يغيب ويرجع وكانه ما غابش. الحقيقه واحد من الناس اللي بتديك احساس بالقوه والسرعه والرشاقه والمهاره والرغبه. لعيب بيقاتل على ربع فرصه، اي فرصه بتتاح ليه الحقيقه بيثبت انه كريم عنده مستويات تؤهله دايما انه يبقى موجود في اي وقت، خصوصا لما تحتاجه كهربا. والدانه الرابعه والاخيره اللي ختم بيها الاهلي مشواره بالفوز على الاتحاد بنتيجه رائعه، حرمت الاتحاد صحيح سيد البلد من التاهل الافريقي. رصيد الاتحاد توقف عند 27 نقطه وبالتالي خرج من حسابات البطولات الافريقيه، لكنه كانت 3 نقاط مهمه. والاهم من 3 نقاط بالنسبه لي امبارح الحقيقه ماتشات يعني الاهلي الفتره الاخيره بتحسسنا ان المستوى الحقيقه كل يوم بعد يوم احسن من الاول. طيب عندنا حاجات كتيره جدا في حلقه النهارده. عندنا دايلمه الدوري الممتاز اللي كلمت حضراتكم عنها الاسبوع اللي فات، اللي بيتابعنا وقلنا حزبه بيرما والورقه والقلم والاله الحاسبه والكلام والحكايات والروايات، والنهارده في خناقه ما بين امبي والمصري على مين هيلعب كونفدراليه. لكن خليني اخدكم النهارده في نظره كده على الوضع ايه، ونطرح ما فيش مانع برضو ان احنا نطرح معاكم شويه اسئله نفكر فيها مع بعض. قبل ما ندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم.